محاضرتنا النهارده عن البيشنت سيفتي اند ريفيو. دباي دكتور ابتسام سعيد احمد اسيستنت بروفيسور اوف نيرسنج ادمنستريشن. الاوتلاينز بتاعتنا النهارده هناخد انتروداكشن عن البيشنت سيفتي, التايبس اوف ايرور, والكونسبت اوف البيشنت سيفتي, والانترناشونال بيشنت سيفتي جولز. ومن الانترناشونال بيشنت سيفتي جول هما 6 انترناشونال بيشنت سيفتي جول, هناخد منهم 2. الجول الاولاني اللي هو ايدنتيفاي ذا بيشنت كوركتلي. الجول الثاني امبروفنج افكتيف كوميونيكيشن. مقدمة عن البيشنت سيفتي. بيشنت سيفتي يعني ايه الاول بالعربي؟ سلامة المريض. مفهوم سلامة المريض اول ما بدأ يظهر في اواخر التسعينات في امريكا, لما معهد الطب قال ان نخطئ فنحن بشر. يعني عشان احنا نخطئ فنحن بشر, لكن المشكله مش في ان احنا نخطئ, المشكله بقى في ان تكرار الخطا وحدوث الخطا اكتر من مره دي في حد ذاتها جريمه. لكن بدايه مفهوم سلامه المرضى بدا لما معهد الطب في امريكا بدا يصدر قرار وقال to err is human, ان احنا نخطئ فاحنا بشر. ليه؟ لانهم بداوا يلاحظوا المستشفيات, فلاقوا ان حوالي من 44,000 ل 98,000 من المرضى بيموتوا نتيجه اخطاء طبيه, مش بيموتوا نتيجه حالتهم الصحيه, لا بيموتوا نتيجه اخطاء طبيه. مش بس لاقوا ان حوالي 44,000 ل 98,000 من المرضى بيموتوا نتيجه اخطاء طبيه, لما بداوا يقيسوا ويشوفوا معدلات الوفيات في اليو اس اي بشكل عام, لاقوا ان البيشنت سيفتي دوت او نتيجه الاخطاء الطبيه بتاخد حوالي الميد كوزز او الروت كوزز بتاعتها بتاخد الثامن. لقوا ان هي الناس اللي بتموت نتيجه الاخطاء الطبيه اكتر بكتير من اللي بتموت نتيجه الايدز, نتيجه حوادث الطيارات, نتيجه حوادث الطرق. فقالوا لا, الموضوع كبير, يعني لا احنا لازم نركز, لازم نشوف الاخطاء دي جايه منين. فقالوا ان نخطئ ده طبيعي, تو اير از هيومن, ان نخطئ نحن بشر. بس احنا لما نخطئ مهم جدا ان احنا لازم نعرف المين كوزز, الروت كوزز. انا لو عرفت السبب الرئيسي اللي بيخليني اغلط وهتعلم منه, اذا انا مش هكرر الغلط ده تاني. لكن انا لو قررت الغلط ده كرايم, ده جريمه. ده مفهوم سلامه المرضى بدا يجي من هنا, من النقطه دي. يبقى اول حاجه الانترودكشن للبيشنت سيفتي, ان الكونسبت بتاع البيشنت سيفتي ويز ادريسد سينس 1990 ريليزد باي انستيتيوت اوف ميديسين هو سي تو اير از هيومن. يعني مفهوم سلامه المرضى بدا يدخل في اواخر التسعينات لما معهد الطب في امريكا بدا يقول او اصدر ستيتمنت معروفه جدا تو اير از هيومن. لكن قال كمان ان انستيتيوت اوف ميديسين لقى في دراسته ان الناس ميديكال ايرور كيلد اباوت 44,000 to 98,000 بيشنت افري يير. يعني معهد الطب لما عمل الدراسه بتاعته لقوا ان حوالي من 44,000 ل 98,000 من البشر بيموتوا نتيجه اخطاء طبيه. طيب الميديكال ايرور بالتالي بقت الاخطاء الطبيه دي بيقام ليدنج كوز اوف ديز, بقت سبب رئيسي للوفاه, اخذ كده من ضمن البريوريتيز, من ضمن التصنيف. لقوا ان هي سبب اساسي للوفاه, ولقوا ان معظم الناس بيموتوا من الاخطاء الطبيه اكتر بكتير من اللي بيموتوا نتيجه ايدز او نتيجه ايربلان كراشز او نتيجه كار كراشز. لقوا ان اللي بيموتوا من الاخطاء الطبيه اكتر بكتير من اللي بيموتوا نتيجه ايدز, نتيجه حوادث طائرات, نتيجه حوادث طرق, وات ايفر. فقالوا every error has a root cause, كل خطا له سبب رئيسي, و every cause has a solution, وكل سبب له حل. لكن المشكله بقى repeated error is a crime. المشكله مش في ان احنا نغلط, المشكله في ان احنا نعمل repeated للايرور. ده الانترودكشن بتاعه البيشنت سيفتي بدات تيجي من هنا. يعني ايه بيشنت سيفتي بقى؟ هو الايرور ليه الاول بنغلط؟ ليه لقوا الغلط؟ ليه جاي منين الغلط؟ واي ايرور؟ اللي كان بيحضر معايا قبل كده هيجاوب, الخطا جاي منين؟
لسه اكتب، ما تبصوش في الكتاب، انتوا معاكم الكتاب عشان ترفع. ماشي يا حبيبتي، ماشي اتفضل. قولي تاني، قولي تاني. تمام، ايه تاني؟ فاكرين جيران، فاكرين جيران لما جه مصر وشاف وعمل الرمز بتاعه وبدأ يشوف ان هو الخطأ بيكون نتيجة ايه مش نتيجة ايه؟ الخطأ بيكون نتيجة ايه؟ طيب فاكرين المثال انا قلت لكم، لو انا مدير مستشفى في نوعين من مدراء المستشفى، انا لو دخلت لقيت البيشنت مات فهبدأ اقول فين النيرس اللي موجوده المسؤوله، فين الدكتور اللي موجود المسؤول، وابدأ اعاقبهم اقول هما دولت السبب في الوفاه بتاع البيشنت. في مدير تاني اللي بيشتغل بفكره الكواليتي يجي يقول ايه، طب هو كان له سرير يقعد عليه، طب هو كان لابس ريست باند بتقول ان هو معرض للخطر الوقوع، طيب هل هو اصلا كان في جنبه جرس عشان يرن لما يحتاج النيرسز كانت موجوده، هل هو اساسا اتعمل له اسسمنت، هل هو اخد العلاج بتاعه، بدا يسال نفسه شويه اسئله. اذا لما انا قلت لكم في تو تايبس اوف دايركتور، في نوعين من المدراء، معنى كده في مدير بيركز على ايه وفي مدير بيركز على ايه، وقلت لكم هون الاصح. ها لا اللي هيجاوب بس عشان انتوا ما شاء الله يعني اسمع بس اتفضل. لا حد غيرك معلش، شكرا. حد غيرك؟ ها طب اختار انا، اتفضل ما فيش مشكله. حلو جدا، يعني في حد عايز يشوف كبش فدا ويحمله نتيجه الخطأ، وفي حد تاني عايز يعالج المشكله. طيب يبقى معنى كده ان الخطا مش نتيجه افراد، يعني موست كومن للخطا مش نتيجه افراد لكن نتيجه نظام. فاكرين لما قلت لكم الموست كومن، لا في دراسه الجوده عامه لما بداوا يدرسوا لقوا ان الموست كومن بتاع البروبلم نتيجه نظام مش نتيجه بشر. انا في بشر اه بيغلطوا، لكن هل انا دربتهم؟ هل انا جهزت لهم الريسورسز اللي موجوده؟ هل انا وفرت لهم كل الحاجات اللي موجوده؟ بالنسبه للبيشنت نفس القصه، البيشنت ده لما يحصل له مشكله هل 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 هل، وبعد كده ابدا اشوف المشكله فين عشان احلها مش عشان اعاقب، وهي دي فكره الجوده. طيب واي ايرور بقى؟ قالوا ان موست كوزز الفولت ازنت وولفولي نيجليجنس، يعني في معظم الحالات او في معظم الموست كومن يعني ان الخطا ده مش بيكون سبب مقصود، مش بيكون عن عمد. قالوا لكن هو سيستماتيك فلوس، يعني ايه سيستماتيك فلوس؟ هو نتيجة خطأ في نظام، النظام اللي انا حطاه هو ده الخطأ اللي موجود فيه، انا محتاجة اصلح النظام، محتاج اعمل ري انجينيرنج ري استراكشر، ابدأ اعدل في الويكنس اللي موجودة عندي عشان اصلح، محتاجة أدرب الناس اللي موجودين، أدرب الستاف اللي موجود عندي، أوفر له ريسورسز، أديلهم سالري كويس، أوفر لهم مكان يقعدوا فيه، أوفر لهم أدوات، وبعد كده أبدأ أعمل إيه؟ أعمل accountability. بعد ما أنا جهزت كل ده ووفرت لهم كل حاجة أبدأ أسأله، أنا النظام عندي تمام ووفرت لك كل اللي أنت محتاجه، ليه بقى بتغلط؟ ليه مش بتشتغل؟ فهو لما جوهم يدرسوا الإيرور، المين كوز بتاع الإيرور بتاع البيشنت سيفتي جاي منين؟ لقوا نتيجة اللي هو سيستماتيك فلوز، نتيجة خطأ نظام، زي inadequate communication، وسائل التواصل ما بين الفريق الطبي مش موجودة، أو نتيجة بقى جهل الناس اللي موجودين، نتيجة عدم استخدام والالتزام بالمصادر، نتيجة عدم وجود training whatever. خلاص؟ يبقى أنا عندي to err is human، أن نخطئ فنحن بشر. المشكلة بقى مش في الخطأ، المشكلة repeated error is a crime، المشكلة في إن أنا أكرر الخطأ نفسه ده هو الجريمة. طيب المفترض ان انا غلطت اشوف المين كوزز او الروت كوزز، اشوف السبب الرئيسي. لما عشان انا ليه اشوف السبب الرئيسي؟ عشان اعالجه. هم لما جم يدرسوا كل ده في انستيتيوت اوف ميديسن، معهد الطب في امريكا، لان هو بدا اول ما بدا يقول يعني ايه سلامه مرضى، بعد كده كل الناس بدات تتكلم في كل البلاد. يعني هو اول ما نتكلم كان انستيتيوت اوف ميديسن 1990، بعد كده كل الدنيا بدات تتكلم في الموضوع ده، وكل الدنيا بدات تتكلم في الاخطاء الطبيه اللي موجوده عندها وان ده خطر، فبداوا يطوروا. خلاص عرفنا الايرور جاي منين؟ تايبس اوف ايرور، انواع الخطا.
أول حاجة adverse has occur event، يعني إيه؟ يعني إيه؟ خطأ قابل إن أنا أصححه تاني. يعني إيه برضو؟ يعني مثلا هي الخطأ ما يعني مش سريت، يعني ما فيهوش تهديد لحياة المريض، يعني أنا ممكن أعمله عن مدار القصد برضه، بس أنا ممكن أصححه. شكرا شكرا. مفيش أي خطأ طبي ما بيهددش حياة المريض، أي خطأ له علاقة بالهيلث كير لازم يحدد حياة المريض، سواء كان عن قريب أو عن بعيد. طب أنا هقولها لكم يعني إيه بالعربي وأنتوا قولوا لي. هو event يعني حدث، هيلث كير يعني حدث رعاية طبية، adverse يعني ضار، يعني حاجة حصلت في الرعاية الطبية كان ليها أثر ضار على المريض. طيب لو جينا نقول معناها ايه؟ قال omission، يعني ايه omission؟ يعني سهو او اغفال او مشكله او نسيان. arising during clinical care، يعني انا نسيت اديله الدواء او غلطت وانا بديله الدواء او ما اديتوش الدواء من اساسه. ده بيحصل اثناء اعطاء الرعايه الطبيه، مش احنا قلنا health care؟ يبقى أنا عندي مشكلة، يبقى problem أو omission. omission يعني سهو نسيان مشكلة. omission arising بتحدث during clinical care أثناء الرعاية الطبية and causing وبتسبب physical and psychological injury to the patient، بتسبب خطر أو بتسبب ضرر جسدي أو نفسي للمريض. يعني خطأ بيحدث أثناء الرعاية الطبية بيؤدي إلى أضرار نفسية أو جسدية، يبقى adverse يعني ضرر. تمام كده؟ adverse ضرر، health care رعاية طبية، event حدث. حدث ده ممكن يكون سهو، نسيان، مشكلة حصلت، ما اديتوش الدواء، اديته الدواء غلط، اديته الدواء بتاع حد تاني، اديته الجرعة مش مظبوطة، كل ده omission during health care أثناء ما بديله رعاية طبية and causing سبب physical ضرر جسدي أو نفسي للمريض. صعبة؟ طب يعني إيه error بقى؟ يعني إيه الخطأ نفسه؟ إيه هو الخطأ؟ طب إحنا قلنا adverse health care event، طب إيه هو الـ error؟ incorrect plan of action. أي plan of action incorrect، أي خطة رعاية incorrect هي error. يعني خطة رعاية incorrect، يعني أنا مثلا معايا 5 patient أو 6 patient، مفترض إن أنا أديهم العلاج الساعة 10، إحنا بندي ماكسيمم قبل العلاج نص ساعة، بعد العلاج نص ساعة، يعني سي إن أنا مفترض أبتدي من 9:30 ماكسيمم ل 10:30، صح؟ ده بالنسبة للورد. أنا مفترض البلان بتاعي آخرها ده الماكسيمم بتاعي 10:30، أنا وصلت ل 12، يبقى ده عملت incorrect plan of action، صح؟ طيب المفترض ان البيشنت ده انا بعمل له روتين، يعني انا بقلبه كل ساعتين نتيجه الضغط، نتيجه ان انا نسيت و ما عملتش ده، افتكرت بعد 6 ساعات، بعد 8 ساعات افتكرت، بعد نهايه الشفت، فده incorrect plan of action، هو ده ايرور. ايرور اي incorrect plan of action، اي حاجه هتحصل مش مظبوطه او مش صحيحه في خطه الرعايه اللي انا بديها للمريض. تمام؟ طيب بعد كده adverse drug reaction. adverse drug reaction قلنا adverse يعني ايه؟ ضرر. drug reaction يعني ايه؟ ايوه هي التفاعلات الدوائية الضارة. طيب التفاعلات الدوائية الضارة دي ممكن تكون ايه؟ ممكن ادي دوائين مع بعض، الاثنين بيتفاعلوا مع بعض فهعمل مشكله للمريض، او ان في ادويه بتعمل رياكشن يعني حساسيه او بتعمل رد فعل، في انا بكون اكسبكتد في ان اكسبكتد. يعني ممكن البيشنت يكون في لحظه الادميشن انا بساله انت عندك الرجي من اي حاجه، فهيقول لي اه عارف، فبالتالي لما باجي اديله الدواء ده انا بكون فول بروتكشن، بكون اخده كل احتياطاتي، بكون مجهزه جنبي الانتي الرجيك دراج يعني، او بديه معايا او ببدله وات ايفر على حسب البروتوكول بتاع المستشفى، او انا عارفه ان الدواء ده مفترض ان انا بعمل له الرجي تيست وببدا اكتشف بقى المريض بيحصل له شويه حاجات بتاذيه او بتتعبه، بس هو يعني انا مش قصداها،
هو مفترض ده الدواء بتاعه اللي ياخده، بس انا مش قصدي خالص ان انا اضره. يبقى adverse drug reaction التفاعلات الدوائيه الضاره، التفاعلات الدوائيه الضاره نتيجه allergy، او زي ما صاحبتكم قالت ان انا بعمل ميكسد لدوائين مع بعض مفترض ما يتعاطوش مع بعض، او في دواء مفترض يتعاطى في لاين لوحده في كانيولا لوحده، انا بعمل ميكس فده كله adverse drug reaction. طيب adverse drug reaction معناها ايه؟ قال لي any response، اي رد فعل او اي استجابه to a drug للدواء which is noxious. يعني ايه noxious؟ noxious يعني ضار، او ضار بس ضار يعني ضار بحده، سواء كان predictable او unpredictable، سواء انا كنت عارفه ان ده هيحصله او انا مش عارفه. يعني في بعض الناس بيغلطوا مش عارفين ان الدواء ده مفترض ان هو يتعطى في كانيولا لوحده في لاين لوحده، او ان الدواء ده مفترض ان هو يكون متغطي من الضوء بعيد عن الضوء، whatever. كل ده adverse drug reaction. يعني any response to drug، any response to drug، اي رد فعل او تفاعل للدواء ده noxious، يعني بيكون ضار او حاد للمريض، predictable unpredictable، يعني انا متوقعه او انا مش متوقعه. طيب الميديكيشن ايرور، يعني ايه ميديكيشن ايرور؟ الخطا العلاج معناه ايه بقى؟ ايه تاني؟ انتوا كلكم بتقولوا صح. ها طيب حلو جدا. medication error يعني الخطأ الدوائي معناه ايه؟ قال لي any event، اي ايفنت، اي حاجه هتحصل بقى نتيجه انا اديت في الميعاد الصح، نتيجه ان انا اديت الدواء غلط، نتيجه ان انا اديت للبيشنت مش البيشنت بتاعه، الروت مش مظبوط، وات ايفر، اي ايفنت، اني ايفنت ذات مي كوز، هيسبب or lead to، هيسبب او هيؤدي الى inappropriate medication use، يعني ان انا استخدمت العلاج بشكل مش مظبوط، بشكل مش مناسب، or patient harm، هيؤدي الى ان انا عملت ضرر للبيشنت ده، او ان انا استخدمت العلاج بشكل مش مناسب او بشكل مش صحيح، يعني انا اديت الروت بتاعته مش مظبوطه، او مفترض ان هو يتحلل وانا ما حللتوش، او انا مفترض ان هو يتاخد لوحده او يتاخد قبل الاكل انا اديته بعد الاكل، كل ده medication error. يبقى medication error any event، any event ده يعني اي حاجه من كل اللي انتوا قلتوها، lead to أو cause patient harm، صعبة كده؟ أو هتأدي إلى inappropriate medication use، يعني أنا عملت استخدام دواء غير مناسب أو مش بتاعه، مش في الحتة بتاعته. طيب sentinel error يعني إيه؟ sentinel error الخطأ اللي مفهوش، يعني بيقولوا عليه، أنا مش عارفة يعني إيه بالعربي قوي، بس هو بيقولوا عليه الخطأ الضار جدا أو الحاد جدا أو الحار جدا، عارفين اللي هو حاجة مفيش، يعني أقصى حاجة بقى، إن عارفين معناها إيه بالعربي؟ يعني معناها إن أنا مفترض أعمل للبيشنت مثلا عنده مشكلة في إيده اليمين، فأنا هشيل له إيده اليمين، فأنا سبت له إيده اليمين وشلت له إيده الشمال، او عنده مشكله في رجله الشمال هكذا، او المفترض ان انا هعمل عمليه لبيشنت معين، او اسيب فوطه، وات ايفر بقى، كل ده الاخطاء اللي هو نتيجه السيرجري، نتيجه ان انا اخترت بارت مش مظبوط، مش في المكان الصح، او مثلا انا لما جيت ادخل المفترض ان البيشنت يحصل له عمليه، فانا قلت للنيرس اللي المفترض تاخد البيشنت المريض اللي في اوضه 5 اللي تحت الشباك، لا هي راحت اوضه 5 واخدت المريض اللي تحت الشباك، بس لسوء حظها بقى ان كان في مريض تحت الشباك كان مفترض يدخل العمليه، بس هو اتضايق من الضوء او اتضايق من الشمس فغير مكانه، ففي واحد دخل جديد فلقى السرير ضل فاضي فقعد عليه، فهي دخلت اخدته اوضه 5 اللي تحت الشباك، اخدت اوضه 5 اللي تحت الشباك، بس مش هو البيشنت بتاعنا خالص. فده اسمها سنتينال ايرور، يعني
خطأ جسيم بالظبط كده، خطأ جسيم surgery on the wrong body part، يعني في مكان غير المكان بتاع، يعني في ايده اليمين عملت له في ايد الشمال، في ايده عينه اليمين عملت له عين الشمال كده يعني، او هو داخل يشيل الزايده شلت له حاجه ثانيه، او surgery on the wrong patient، خدت patient غير البيشنت، انا بقصد البيشنت اللي هو اللي انا اصلا ما قلتش اسمه، فبالتالي انا خدت بيشنت غلط عملت له عمليه مش بتاعته. تمام، ده انواع الايرورز اللي موجوده في كل ده، نوع كل ده انواع الميديكال ايرور، كل دي كل الانواع بتاعه الميديكال ايرور اللي ممكن تحصل. طيب واضحه؟ طيب عايزين نعرف يعني ايه بيشنت سيفتي بقى، كل ده انترودكشن للبيشنت سيفتي، كل ده عايزين نعرف الايرور جاي منين، عرفنا التايبس اوف الايرور، طب ايه هو البيشنت سيفتي نفسه؟ حلو جدا صح، اتجنب الاصابات، ايه تاني؟ ها هو انا مش عارفه مصدر الصوت. تمام تمام حد تاني عايز يقول حاجة؟ هو ده هو ده المينلي مينلي مينلي بيشنت سيفتي، مش احنا مش احنا قلنا لو انتوا رجعتوا كل التايبس اوف الايرور ده ابسط ديفينيشن للبيشنت سيفتي اللي هو دونت هارم البيشنت، ان انا ما اذيش البيشنت، ما اذيهوش خالص، ده ابسط ديفينيشن للبيشنت سيفتي، ان انا ما اذيهوش بقى نفسيا جسديا، ما اذيهوش تماما. طيب انا كنت اقول ايه؟ طيب احنا في كل انواع الايرور اللي احنا اخدناها هنلاقي بيتكرر كلمه dont harm the patient صح، او dont cause harm the patient، ان انا ما سببش harm للبيشنت صح كده، يبقى الشورتست تيرم او الشورتست ديفينيشن او الديفينيشن الدايركت على طول للبيشنت سيفتي سلامه المرضى، ان انا ما اذيهوش او اتجنب زي ما زميلكم قال avoidance any injury، اي اصابات ممكن تحصل للمريض، امنع اي اصابات ممكن تحصل للمريض، اي جرح هو في الاخر totally don't harm the patient. قال لي patient safety is defined as avoidance، يعني avoidance امنع، and prevention، prevention برضو اللي هو اتجنب وامنع of the patient injury، injury اللي انا اعمل له اي اصابات or adverse event او اعمل له اي حاجه ضاره، اي اثار ضاره resulting from the process of health care delivery، دي ناتجه عن اعطائي او تلقي للرعايه الصحيه، يعني انا امنع واتجنب ان انا اذي المريض دهوت اثناء ما انا بديله الرعايه الصحيه، يبقى avoidance ان انا امنع، avoidance اتجنب، prevention يعني امنع، هما الاثنين ذا سيم. خدوا الكلمة الأقرب لكم، إيه الـ patient injury، إن أنا ما أذيهوش ما أصيبهوش، or adverse event أي آثار ضارة أو أي حاجة بتضر المريض، جاية منين؟ sub process of health care delivery، في أثناء ما أنا بعطيله الرعاية الصحية. طيب إيه تاني؟ قال لي freedom from injury، يعني ما فيهوش خالي من أو بدون اي اخطاء، او هو مش داخل لي مثلا عنده الم في صدره اخرجه من غير دلع او من غير رجل، او illness اللي هو freedom from energy or illness ما خليهوش يشتكي، لو عنده الم اخفف له الالم resulting from the process of care الناتجة عن اعطاء الرعاية له، او ابسط definition خالص don't harm the patient ان انا ما اذيش المريض او اضره، يعني ايه سلامة المريض؟ سلامة المريض ان انا ما اذيش المريض، اتجنب حدوث اي حاجة ممكن تأذيه،
أثناء تلقي الرعاية الصحية. صعبة؟ صعبة؟ يعني إيه patient safety؟ don't harm the patient. أبسط definition. don't harm the patient. avoidance لل injury أو ال illness، إن أنا أمنع ال illness معناه هو already دخل لي هو تعبان، لكن أنا بمنع إن هو ما يحصلوش adverse events، إن هو ما يحصلوش آثار مضاعفة أو ما يحصلوش أي أثر ضار أثناء إعطائه الرعاية الصحية. طيب بصوا الصورة دي، أنا حطها لكم بس عشان فوكس على don't harm patient safety، يعني don't harm، don't harm the patient، أنا ما أذيش ال patient. في ال patient safety، كلمة safety، في كلمة safety acronymy، acronymy يعني معنى كده إن كل حرف بيدل على حاجة، بس هي مش مطالبة منكم قوي، بس أنا حطها لكم عشان أقول لكم إن كلمة safety معناها don't harm the patient، إن أنا ما أذيش المريض، إن أنا أتجنب أي حاجة إن هي تضره. قال لي أول حاجة sense the error، يعني إيه sense the error؟ بالظبط كده، سنس ذا ايرور يعني تحسس الخطا. انا عارفه كل الاخطاء اللي ممكن تحصل للمرضى، كل الاخطاء اللي ممكن تحصل، كل الاخطاء الطبيه اللي ممكن تحصل، فانا بتحسس الخطا ده، اكت تو بريفنت ات، الايه ان انا بشتغل ان انا امنعه. بعد كده فولو سيفتي جايد لاين، ان انا اتبع اجراءات الامن. انكواير انتو اكسيدنت او ديث، ان انا دايما يكون عندي استفسار، المريض ده مات بسبب ايه، المريض ده حصل له حادثه بسبب ايه، يعني اي حاجه بتحصل للمريض المريض لازم يكون ليها سبب ايه اللي حصل له. تيك ابروبريت، يعني انا بيشنت داخل لي مثلا كان كويس جدا، فجاه لقيت درجه حرارته عاليه ودرجه الحراره ما بتنزلش لمده 3 ايام، عملت مزرعه لقيت المزرعه بوزيتيف، كان لازم اكون عندي استفسار هو دخل في رياكشن ليه، ايه اللي حصل، ايه المضاعفات اللي حصلت له، حصلت له بسبب ايه، يعني اي حاجه بتحصل للمريض لازم يكون عندي ليها استفسار. بعد كده take appropriate remedial measures، يعني برضو نفس القصة، عايز اقول لكم ان انا اخد الاجراءات الصحيحة او الاجراءات التصحيحية، يعني حدث غلط اشتغل عليه ان انا اصححه. بعد كده your responsibility، ان السيفتي بتاعت البيشنت ده في الاخر هي مسؤولية اي فريق طبي، مسؤولية اي حد بيشتغل مع المريض ان هو يحافظ عليه. تاني البيشنت سيفتي معناها don't harm the patient، ما اذيش البيشنت، ما ضرش المريض، ما ضروش فين، اثناء تلقيه للرعايه الطبيه، during the process of care، اثناء ما انا بعطيله الرعايه ما ضروش. واضحه كده البيشنت سيفتي معناها ايه. بعد كده قال لي الانترناشونال بيشنت سيفتي جولز، يعني ايه انترناشونال بيشنت سيفتي جولز؟ الاهداف الدوليه لسلامه المرضى. بعد ما الانستيتيوت اوف ميديسن، بعد ما معهد الطب في امريكا بدا يطلع ويقول تو اير از هيومن، ان نخطئ فنحن بشر، بدا كل الدول وكل الناس بدات تتكلم تقول اه احنا عندنا مشاكل، في حد بدا يقول اه احنا نسينا اله في بطن المريض، اه احنا نسينا فوطه في بطن المريض، نسينا حاجه واحنا بنعمل مش عارف ايه، عملنا سيرجري مكان غير المكان، الحضانة اللي فيها الطفل اتحرقت او حصل لها اي حاجة، الرعاية اللي موجودة ما عملناش تشيك ففي فيروس موجود في المكان، whatever، كله بدأ يقول على المشاكل اللي موجودة عنده، فبدأ يطلعوا الـ International Patient Safety Goal. الأهداف الدولية لسلامة المرضى جت منين؟ الأهداف الدولية لسلامة المرضى جت منين؟ هما بدأوا يدرسوا كل الكوزز بتاعت الإيرور، بدأوا يشوفوا الإيرور ده جاي منين، كل الأسباب بتاعت الإيرور اللي ممكن تحصل أخدوها وعملوها جول، عملوها هدف، بحيث إن هما يوعوا بها الناس، يفهموا الناس، يبدأوا يعملوا جايد لاين ليهم، إرشادات هيمشوا عليها، بحيث إن هما يعملوا إيه؟ بريفنتابل، إن هما يمنعوها، أفويدنس، يتجنبوها تماما، بحيث إن هما ما يعملوش إيه؟ دونت هارم البيشنت. معنى كده إن الجولز دي بمثابة إيه عندي؟ بدأوا يدرسوا فبدأوا يطلعوا جولز. يبقى اذا ايه الجولز دي بالنسبه لي؟ ستاندر، معيار. مش احنا قلنا المعايير دي عباره عن ايه؟ الاجريد ليفل اوف البرفورمانس او الديزايرد ليفل اوف البرفورمانس، صح؟
وده اتفق عليه مجموعه من الناس اللي عندهم خبره، بداوا يتفقوا ويحطوا ايه هو الليفل اوف البريفورمانس، صح؟ برضو نفس القصه الانترناشنال بيشنت سيفتي جول، الاهداف الدوليه لسلامه المرضى بداوا يدرسوها. اذا هي ستاندرد، ستاندرد ليه؟ تو بروموت، بتمنح او بتقدم امبروفمنت اوف البيشنت سيفتي، هي هدفها الرئيسي ان هي تعمل تحسين وتعزيز لسلامه المرضى. يبقى اذا ايه هي الانترناشنال بيشنت سيفتي جولز؟ هي ستاندرد، ستاندرد معيار، معايير، صح؟ يعني ايه المعيار؟ الاجريد ليفل اوف البرفورمانس او الديزايرد ليفل اوف البرفورمانس، اللي هو المستوى المرغوب، اعلى مستوى مرغوب من الاداء. تو بروموت هيمنحني امبروفمنت ان البيشنت سيفتي، هيعمل لي تحسين وتعزيز لسلامه المرضى. طب مين اول حد بدا يحط الانترناشنال بيشنت سيفتي جول؟ الجي سي اي، اللي هو جوينت كوميشن، الجوينت كوميشن انترناشونال. عشان كده دلوقتي بيقول لك دي مستشفى اخده الجي سي اي، لان هي شهاده بداوا يدرسوا كل سلامه المرضى وبداوا يحطوا لنفسهم معيار هيمشوا عليه. فاول ما ندخلها كان في 2002 كانت الجي سي اي، خلاص. بعد كده افتر، بعد ما الانستيتيوت اوف ميديسين ايدنتيفاي الميديكال ايرور، بعد ما معهد الطب في امريكا قال في عندي اخطاء طبيه وبدا يعرف كل الاخطاء الطبيه الجايه منين، فراح الجي سي اي ده اخدوها، اخدوا كل الاخطاء واخدوا الكوزز وبداوا يطلعوا معايير عشان يمنعوا ويحافظوا على معايير تمنع الخطا ومعايير تحافظ على سلامه المرضى. يبقى اذا ايه هو الانترناشنال بيشنت سيفتي جولز؟ ستاندرد تو بروموت امبروفمنت بيشنت سيفتي، ده ستاندرد عشان يعزز لي ويحسن لي سلامة المرضى. طيب الجولز دي بقى بتحتوي على ايه او فوكس على ايه؟ انا عرفت ان هي هتعزز لي وتحسن لي سلامة المرضى عن طريق ايه؟ عن طريق ان هي بتركز لي على البروبلم ان هيلث كير سيفتي and how to resolve them. هي اخدت كل الكوزز بتاعه الايرور وبدات تدرسها وتعرفها وقالت انا ازاي احلها. يبقى هي الجولز دي بتركز على البروبلم هيلث كير سيفتي، كل المشاكل اللي ممكن تتعرض سلامه المرضى وازاي ان انا احافظ عليها. خلاص عرفنا يعني ايه انترناشونال بيشنت سيفتي جول. طيب ايه هي الانترناشونال بيشنت سيفتي جول بقى؟ ايه هي الجولز دي؟ هما ست جولز، ستة، هما ستة جولز انترناشونال بيشنت سيفتي جولز، ولازم بالترتيب، لازم بالترتيب. يعني نعم البيشنت سيفتي في غاية الأهمية. أنا بتكلمك على الجولز، الجولز هي بالترتيب. يعني لما اجي اقول لك الجول الخامس تعرفي على طول ان هو ريليتد على طول بالانفكشوس ديزيز اللي هو اسوشيتد انفكشوس. لو قلت لك الجول الثاني على طول الكوميونيكيشن. الجول الاول الانترناشونال بيشنت سيفتي جول هو لازم بالترتيب، على عكس المعايير المصريه. المعايير المصريه اخذت المعايير الدوليه، على فكرة بالمناسبة كل بعد كده كل دولة أخذت المعايير دي بدأت تفردها وبدأت تصيغها بالشكل اللي يتناسب معاها. المعايير المصرية هي the same للمعايير الدولية، بس بدل improving effective communication أنا عندي في improving effective communication جواها ثلاث حاجات. المعايير المصرية بقى أخذت الثلاث حاجات دول فردتهم كل واحدة معيار لوحدها. الانفكشوس ديزيز أخذتها وفردتها، في الآخر بقوا 12. هي كل الفكرة ان هي دي المعايير اللي متطبقة في كل البلاد بما فيهم مصر، بس بشكل مختصر. نعم في حد بيسأل؟ معايير الايه؟ بصي هي دي المعايير المصرية اللي بتقولي عليها، لكن المعايير المصرية من ضمنها ان هو مش لازم بالترتيب. فردتها، فردت الانترناشونال بيشنت سيفتي جول هي نفسها، بس هي فردتها. طيب عايزين نعرف ايه هي الانترناشونال بيشنت سيفتي جول. قال لي الجول الاولاني ايدنتيفاينج البيشنت كوركتلي، يعني ايه؟ اتعرف على المريض بالطريقه الصح، مظبوط. الجول الثاني امبروفنج افكتيف كوميونيكيشن،
ان انا احسن التواصل ما بين فريق التواصل الفعال. حلو جدا. الجول الثالث improving safety of high alert medication، الادوية عالية الخطورة، ان انا اامن المريض من الادوية عالية الخطورة. طيب الجول الرابع ensuring correct site، المكان الصح، correct procedure، الاجراء الصح، and correct patient surgery، والمريض الصح اللي هيعمل العملية. خلاص ده الجول الرابع. طيب الجول الخامس قال لي reducing risk of health care associated infection، يعني العدوى عدوى المنشآت الصحية، health care associated infection، تقليل عدوى المنشآت الصحية. الجول السادس reducing risk of a patient harm resulting from fall، يعني ان انا اقلل سقوط المرضى. طيب انت كده المعنى بالعربي واضح والمعنى هنعرفه. هناخد جول جول، هناخد جول جول بالترتيب، هناخد جول جول نشرحه، لان هو البيشنت سيفتي زي ما انا قلت لكم في غايه الاهميه، بس انا قلت بالترتيب. طب انا الذاكره بتاعتي مش هتخليني اعرف احفظهم بالترتيب. طيب خلينا نعمل لهم، خلينا نفكر بشكل ان احنا نجيبها ازاي. المريض اول ما بيدخل، المريض اول ما بيدخل المستشفى طبيعي ان انا اتكلم معاه، صح؟ هتكلم معاه اقول له اسمك وسنك وعنوانك والشكوى بتاعتي، صح كده؟ يبقى اول حاجه ان انا هتعرف على المريض. طيب انا لما اتعرف على المريض في بيني وبينه، انا اتعرفت عليه، عرفت اسمه، بساله انت بتشتكي من ايه، طب بتشتكي من امتى، طب ايه اللي وجعك، طب عملت عمليه قبل كده، طب اسئله كتير. يبقى اول حاجه اتعرف على المريض، تاني حاجه effective communication، التواصل اللي بيني وبينه. طيب انا سالته وتواصلت معاه وعرفت شكواه، طبيعي ان انا هكتب له العلاج، صح كده؟ يبقى ثالث حاجه اللي هي high alert medication، الميديكيشن. طب انا كتبت له العلاج، اذ ربما المريض ده يحتاج علاج ويحتاج تدخل جراحي، يبقى بعد ما انا كتبت العلاج يبقى ندخل على طول الجول الرابع للسيرجري، يبقى correct site correct procedure correct patient surgery. طيب الجول الخامس هي الفايف مومنت، معروفة كده. عايزة اسألي حاجة؟ الجول الخامس هو بيسموه الفايف مومنت. لو جينا للعدوى المنشآت الصحية دايما بيقولوا عليها فايف مومنت، فايف مومنت يعني خمس لحظات هتحمي نفسك من عدوى المنشآت الصحية، هنعرفها لما بنيجي نشرحها. يبقى الخمسة هي الانفكشوس ريليتد للايه، اسوشيتد انفكشن. الجول السادس اخر حاجة ان احنا نحميه من خطر الوجوع. تاني البيشنت اول ما بندخل بنتكلم معاه، نتعرف عليه، اتعرف عليه، اسمك ايه، سنك ايه، مكانك ايه، متزوج ولا مش متزوج، طب بتشتكي من ايه. اذا اول حاجه ايدنتيفاي البيشنت، افكتيف كوميونيكيشن، تواصلت معاه، عرفت شكواه، فهبدا اكتب له الدواء. يبقى الجول الثالث الميديكيشن، كتبت له الدواء اذ ربما يحتاج تدخل جراحي، يبقى الجول الرابع التدخلات الجراحية. الخامس الفايف مومنت اللي هي ايه، infectious associated. خلاص بعد كده اخر حاجة اللي هو ان انا احميه من خطر الوقوع. طيب هناخد اول حاجة، تمام كده يا شباب؟ دي رسمة توضيحية ان هي بتخليكي تفتكري الستكس جولز لازم بالترتيب. طيب هناخد اول حاجة identifying the patient correctly، اتعرف على المريض بالشكل المظبوط. طيب عايز اسالكم، بما انكم كلكم شغالين في المستشفيات، انا اللي اختار، هختار اللي لابس، ايوه اللي في الاخر اللي جنبك. لما المريض بيدخل المستشفى انت حابب تتعرف عليه، بتتعرف عليه ازاي؟ انا اسمي احمد محمد محمد. انا انت قلت لي هتعرف على اسمه، فانا قلت لك اسمي احمد محمد محمد. يا شباب لو سمحتوا، لو سمحتوا نسمعه. ها ثواني، ما انا قلت لك اسمي، انت كده تعرفت عليا، مصر كلها احمد ومحمد، لازم يكون الاسم كامل. قصة ثلاثي دي اتلغت،
لان دلوقتي في تشابه كبير جدا في الاسماء، خاصه الاسماء المتعارف عليها. فلازم اتليست لازم فول بيشنت نيم، الاسم كامل. اسم كامل ممكن يكون رباعي او زي البطاقه، تمام؟ يبقى اول حاجه فول بيشنت نيم. ثاني حاجه رقم الملف. طب ليه قلت رقم الملف؟ اللي قال مين اللي قال رقم الملف؟ رقم سي اتفضل. ليه رقم الملف؟ هو الاصل بتدي تحديث نمبر للملفات، مش كل مريض بياخد نفس الرقم، في تسلسل في الارقام. معنى كده ان هو يونيك نمبر، يونيك نمبر زي رقم البطاقه زي ما زميلكم قال. بس هو الفكره في نظام الملفات، لما بيجوا يعملوا نظام الملفات ما بيعملوش نظام الملفات بالبطايق. هو المريض اول ما بيدخل اول حاجه لازم اعمل ايه؟ سهولة التعارف دي لازم اول ما المريض يدخل، حتى هو في الطوارئ، حتى هو في الطوارئ لازم نعمل له ريست باند اول كده ما بيدخل. لما بقول له ازيك عامل ايه وانا بساله على اسمه، بكون ماسكه الريست باند في ايدي وبكتب فيها اللي هي ايه بقى؟ اللي هي اسمه فول بيشنت نيم اند الميديكال نمبر. A medical number يبقى to identifier of the patient in wristband. يعني ما ينفعش الاسم بس، لا الاسم والميديكال نمبر. وفي بعض المستشفيات يقولوا اسم الطبيب المعالج الاساسي كتير كده، بس البيزيكلي تو ايدنتيفاير، البيزيكلي فول بيشنت نيم والميديكال نمبر. ليه الميديكال نمبر؟ لان هو يونيك نمبر، هو رقم فردي للمريض ده وبس، هيدخل بيه هيدخل ويخرج، لما يدخل تاني ياخد نفس الرقم، فهو يونيك نمبر. طيب الاساور دي، هل الاساور دي ليها اشكال مختلفة؟ ازاي؟ ثواني علي. طب انا معلش في الجزئية الاولانية، انا دلوقتي زميلكو قال الطوارئ، حلو جدا، انا داخلة الطوارئ كوماتوست، عاملة حادثة ما بتكلمش، محد يقوم وبطاقتي ضاعت وشنطتي ضاعت، مفيش اي حاجة خالص. خلوني اكمل بقيت سؤالي. مفيش اي حاجه خالص، بتقول انا مين؟ فانا لما هاجي هكتب الريست باند هكتب ايه بالظبط كده؟ هعمل مجهول واحد، مجهول اتنين، الى ان يثبت اسمه. يعني برضو لازم واي علامه بالظبط كده، بالظبط كده. طيب البيش البيبي اللي لسه مولود لازم البسه الريست. هو مين اللي دخل، مين اللي جاب البيبي دي؟ مش مامته، مش مامته هي اللي عملت العمليه وهي اللي كانت موجوده؟ اسمعك اسمعك اتفضل. يعني هو البيبي بيتسمى باسم مامته، يعني البيبي بيتسمى بيلبس ريست باند كده مكتوب عليه اسم مامته رباعي. طيب انا لو البيبي ده خلاص اتسمى بقى له اسم معين، بقى اسمه معروف، هحط له ريست باند ايه؟ ها؟ هلبسه اشورتين، اسوره بالاسم اللي اتسمى بيه واسوره باسم مامته. خلاص؟ طيب احنا دلوقتي عرفنا ان identifying the patient correctly عن طريق two identifier، اللي هو اول حاجة full patient name and ايه؟ الميديكال نمبر. طب انا حد patient على قدي ومش فاهم، هقول لك ايه اللي انت ملبسهولي ده؟ انت عامله لي علامه، هو انا طفل صغير لما هتساليني على اسمي مش هعرف اقول لك اسمي؟ عشان انت تحطي لي علامه كاتبه لي فيها اسمي، ايه هيكون الرد على البيشنت ده؟ افهمه ازاي؟ يبقى مهم جدا، مهم جدا ان انا افتكر ان اول ما البيشنت ده ادميتد، وان انا لما اجي اتعامل معاه والبسه الريست باند، ان انا اعرف ان ده هيومن بينج، ان ده بشر بني ادم. لازم اقول له انا بعمل ايه. هي صاحبتكم قالت educated للبيشنت، مهم جدا ان انا كل حاجه بعملها. فهتلاقوا في شكلين، في نمطين للبشر، حد هتلاقيه فرحان جدا بالاسوره ومبسوط قوي بيها لدرجه ان هو بياخدها يروح بيها، وفي حد بيتضايق جدا منها، وفي حد بيتضايق جدا منها. يعني
اللي هو يعني ايه اللي انت عاملاه ده، وفي حد بيبقى عنده حساسيه فكل ما تحط له قشور اقوم قاطعها خلاص. طيب انا اتعامل ازاي مع الموقف ده؟ اتعامل مع الموقف ده ان انا educated للبيشن، لازم اقول للبيشن، لازم اقول له reliable information، لازم اديله معلومات موثوقه بيها، اقول له معلش ده نظام المستشفى ان انت لازم تحط اسوره تعرف في ايدك لان انت موجود في مستشفى، لازم علشان نديلك العلاج الصح بطريقه صح، وعشان نضمن سلامتك ان انت لو اتحركت في اي مكان ان انا لازم اكتب اسمك عشان لما اجي اديلك اي حاجه او تاخد اي اجراء ما نغلطش عشان سلامتك. تاني حاجه انت موجود في مستشفى محدش عارف ممكن يحصل ايه، فده امانك، انت دلوقتي قادر تقول لنا على اسمك وده نظام المستشفى فاحنا لازم نلتزم بيه. مهم جدا ان انا اعرف البيشن انا ليه ملبساه دي، هو انا مش ملبسها له يعني اقول ايه حسبي الله ونعم الوكيل في اللي حط النظام في المستشفى ده يقرفنا، احنا مش ناقصين ملفات ودواء كمان هنقعد نكتب بقى في اسوره وفي ملف، لا الاسوره دي بغايه الاهميه. هو دلوقتي البيشنت فول كونشس، بعد شويه ممكن يكون كوماتوز بيشنت، ممكن يكون البيشنت هديله دواء يخليه سيديتد هادي، في بعض البيشنت بيكون بالذات الناس الكبيره في السن بتروح بتفتكر اسمها شويه وبعد شويه بتنسى، في ناس ممكن يغير مكانه وهو قاعد في سرير معين زي ما انا قلت لكم انا عايزه البيشنت اللي اوضه 5 اللي تحت الشباك، او عايزه بيشنت اللي جنب الباب اللي في اوضه 1 اللي جنب الباب، او عايزه البيشنت اللي لابس نظاره في اوضه 5 اللي لابس نظاره، ما ينفعش خالص خالص ماشي. يبقى في ايدنتيفاي البيشنت كوركتلي ان البيشنت ده لازم اتعرف على المريض بالطريقه الصح والمظبوطه عشان احمي المريض، لاني عشان لازم احط في بالي ان البيشنت ده حتى لو هو فول كونشس دلوقتي زي ما زميلكم قال بعد شويه ممكن يكون كوماتوز، بعد شويه ممكن يكون سيديتد، بعد شويه ممكن يغير مكانه، يغير الاوضه، يغير المكان، يتحرك، فلازم فول بيشنت نيم اند ميديكال نمبر. طب السؤال امتى بتاكد ولازم اعمل تشيك للبيشنت ايدنتيفيكيشن امتى؟ لا انا عايزه انا عايزه انا عايزه تمام اتكلمتي مره اتفضلي اتكلمتي برضه before any procedure. حلو جدا ها before taking samples اي samples او specimen قبل ما بسحب منه اي عينه دم او اي عينه ها لا 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 كده ها تمام ها لا مش سامع before give the patient any medication ها blood transfusion حلو جدا transfer للبيشنت لا انت كده دخلتي في الانفكشوس يعني انا هتعرف على المريض هتعرف على المريض بالطريقه المظبوطه بالطريقه الصح امتى؟ قبل ما بديله الدواء before any medication او البلد او البلد برودكت يعني هديله دم او مشتقات الدم هديله دم هديله صفائح هديله كرات دم وات ايفر قبل اي تدخل اي بروسيجرز before any procedures اي بروسيجرز هتعامل مع المريض اثناء الترانسفير هنقل المريض من اوضه لاوضه من ديبارتمنت لديبارتمنت من مكان لمكان before any transfer لازم اتاكد اسال المريض بكون بسمع هو بيقول لي ايه وعيني على ايده مش بس عيني على ايده عيني كمان على الملف اللي موجود تمام كده احنا كده تقريبا اخدنا كل اللي يتعلق في سؤال كمان هل الريست باند دي ليها اشكال ولا هي شكل واحد طب هل الاشكال دي بتختلف من مستشفى لمستشفى ولا هي ستاندردايز مستشفى لمستشفى ممكن من اسم لاسم كمان لا انا عايزه اسمع دي منكم كلكم على حسب ايه ازاي بتختلف طب معلش خليني بس اسال يعني انا دلوقتي لو البيشنت ده الرجي البسه الريست باند لونها ايه ريد حتى في الفايل في البيشنت ميديكال ريكورد يقول لك لما يكون في الرجي ما تكتبش بالازرق اكتب بالاحمر هي ريد هي ستاندردايز على فكره بس احنا في بعض المستشفيات الحكوميه ما عندهاش الامكانيه ان هي تشتري كولر ما عندهاش الامكانيه ان هي تشتري ريست كويس قوي ان هي متوفره ريست باند
فحته الكالر دي صعبه. لكن في حته الالرجيا اقول له ايه، هي الريست باند تمام، بس اكتب عليها بالاحمر تمام. حلو جدا. ايه كمان؟ طب الفوق اكتر ايه؟ جرين. لا البيشنت عرضه للصعود بيكون جرين، اصفر. اصفر هقول لك، حتى لو انت نسيت، عارف العلامه اللي هو بيحطوها لما يكونوا ماسحين او في خطر ان انت ممكن تقع، بيكون دايما عمرك شفتها لونها احمر؟ عارف لما يكونوا في اي مستشفى او في اي مكان علامه اللي هي عامله زي اللي هي الصوب مثلا؟ ايوه. اي عمرك شفتها لونها اخضر؟ دايما صفرة. علامه السقوط دايما الفول دايما اصفر. هي المستشفيات المعتمده هتلاقيها بتحافظ على الالوان، ولو ما حافظتش على الالوان هتلاقيها بتقول لك اكتب هنا باللون كذا واكتب هنا باللون كذا تمام. طيب انا لو بيشنت عرضه للسقوط انا هلبس كام اسوره؟ اتنين تمام. طب انا لو الرجي هلبس كام اسوره؟ اتنين تمام. يبقى هو ده المين، هي الالوان بتاعه الريست، الوان الريست باند ستاندردايز. لكن هي على حسب المستشفيات، بالذات المستشفيات الحكوميه يعني هو ده اللي بيجي لهم، فهو ده اللي بيستخدموه. بس احنا لازم نكون فاهمين ان هو في ستاندردايز كلر فور ريست باند تمام. طيب ندخل بقى على اول جول 1 identifying the patient correctly. Identifying the patient accurately is very important. ان انا اتعرف على المريض بالطريقه الصح ده مهم جدا. ليه؟ لان البيشنت ممكن يكون sedated اخذ مهدئ، البيشنت disoriented مش واعي قوي، البيشنت نوت فولي alert كوماتوز بيشنت، او ممكن تشينج للبيت بتاعه او تشينج للوكيشن او الروم بتاعته within the hospital جوه المستشفى. مين تو ريمبر زير ايدنتيتي، يعني هو مش فاكر اسمه ولا فاكر هويته. ذات مي ليد تو ايرور ان كوريكت ايدنتيفيكيشن، ده هيؤدي اكيد الى خطا، وده من ضمن الميديكال ايرور. فاول حاجه ايدنتيفاينج البيشنت كوريكتلي. طيب تو واي فور بيشنت ايدنتيفاير، الريست باند اللي البيشنت بيكون لابسها بيكون محطوط عليها فول بيشنت نيم، اسم البيشنت كامل وليس ثلاثي على الاقل رباعي. تاني حاجه هوسبيتال ميديكال نمبر، لان هو بيكون يونيك نمبر اللي هو رقم السجل الطبي. طيب امتى البيشنت ايدنتيفيكيشن ده should be done before؟ امتى لازم اتاكد من الريست باند بتاع البيشنت واسمع اسم البيشنت، اتاكد ان المريض مظبوط امتى؟ قال لي اول حاجه before administering medication، قبل ما اديله الدواء او قبل ما اديله الدم او احد مشتقاته، الدم صفايح بلازما وات ايفر. يبقى قبل ما اديله اي دواء او اديله دم او اديله محاليل او اديله اي دواء. طيب before transfer the patient، قبل ما انقل البيشنت سواء من اوضه لاوضه، من وحده لوحده، من عنايه لوحده، من طوارئ لاوضه، من العمليات لاوضه، من العمليات للاي سي يو، قبل اي ترانسفير للبيشنت لازم patient identification. any diagnostic procedures، اي diagnostic procedures هيعمل اشعه هيعمل اي حاجه، يبقى لازم اعمل identifying the patient correctly before taking a blood sample، قبل ما اخد منه اي عينه او specimen blood sample عينه دم او اي عينه مختلف اشكالها، لازم اتاكد من ال patient identification. في حد له اي استفسار؟ اذا انا ال intent goal من ال patient identification، عشان كده قلت لكم اتعاملوا مع ال patient على اساس ان هو human being، لازم نقول له انا ليه ملبسه الريست باند دي، هي مش غلاسه. السبب الرئيسي تو ريليبل ايدنتيفاي الانديفيدوال، عشان اعرف المريض بشكل موثوق فيه فور هوم ذا سيرفيس اور تريتمنت از انتندد، للي هو هياخد اي علاج او اي خدمه لازم اتاكد ان الدواء اللي انا هديه او الدم اللي انا هديه للمريض نفسه، اعمل ماتش ما بين التريتمنت او السيرفيس والبيشنت.
لازم كده ابص على الخدمه اللي انا هديها، الدم، اتاكد ان كيس الدم مكتوب عليه اسم البيشنت صح، الميديكال نمبر صح، اسم الدكتور صح، واتاكد ان هو نفسه الريست باند اللي موجود معاه وهو نفسه اللي موجود عندي في الـ في الـ في الشيت بتاع البيشنت. لازم اتاكد اعمل ماتش ما بين السيرفيس او التريتمنت وما بين الانديفيدوال. ده ايدنتيفاينج البيشنت كوركتلي. كده خلصناها. تاني جول improving effective communication اللي هو تحسين وسائل التواصل. طيب انا سألت المريض اسمك ايه وتعرفت عليه، اذا انا بتعامل مع المريض، اذا انا بتعامل مع المريض improve effective communication. هي improve effective communication فيها ثلاث حاجات مهمين جدا. اول حاجة قال لي فيها verbal وtelephone order اللي هو الاوامر الشفويه بيكون شكلها عامل ازاي وبتعامل معاها ازاي. قال لي تاني حاجه في الامبروف الافكتيف كوميونيكيشن ريبورتنج الكلينيكال ريزلت كريتيكال ريزلت النتائج الحرجه، ازاي اعمل لها ريبورتنج تبليغ النتائج الحرجه. واخر حاجه في الامبروف الافكتيف كوميونيكيشن التسليم والتسلم الهاند اوفر او بنسميها الاندورسمنت اللي هو التسليم والتسلم. تمام. يبقى الافكتيف كوميونيكيشن فيها ثلاث حاجات. اول حاجه الاوامر الشفويه فيربال او تليفون اوردر، ثاني حاجه ريبورتنج كريتيكال ريزلت ابلغ النتائج الحرجه، اخر حاجه التسليم والتسلم اللي هو الهاند اوفر كوميونيكيشن. هناخد واحده واحده. ثواني، يعني معنى كده انا هسألكوا سؤال تاني. شكرا يا مس. هسألكوا انت جاوبتي على جزء غير الجزء، انت جاوبتي how to document او how to proof او how to use verbal and telephone order او السيستم اللي احنا بنستخدمه في verbal and telephone order. انا سؤالي زميلتكو بتقول الدكتور بلغني وممكن بعد كده لو حصل مشكله المريض يتملص، ارجع تاني واقول لك الفيربال وتليفون اوردر غالبا او دايما هو مكتوب في الميديكيشن شيت، بس مكتوب بي ار ان از نيدد او وانس او طلب منك مثلا حاجه ليها علاقه بالحراره فقال لك دي مثلا بالفرجان وهيجي يكتبها ستيت وانس، فهي اوريدي حاجه موجوده. يعني المريض لما بيدخل وبيتكتب البروتوكول بتاع الدواء هو عارف ان المريض ده ممكن حرارته تعلى، او هو عارف ان ممكن يحصل له الرجي، او هو كاتب له مسكن في الغالب ده بيكون مسكنات، فهو اوريدي موجود في الميديكيشن شيت بس بيتكتب as needed عن اللزوم. انا السيستم بيقول لي ايه؟ السيستم بيقول لي عند اللزوم، هو موجود عندي عند اللزوم يعني وانا بصرفه والصيدليه بتصرفه لي او موجود عندي في الستوك. هل انا لما حصل السيتويشن قدامي اخد انا الدواء وادخل اديه للمريض؟ لا. السيستم بيقول ان انا دلوقتي لو الدكتور مش موجود معايا اتصل بيه بالتليفون او هقول له المريض اللي هو كذا 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 اسمه كذا رقم الطبي كذا لتشخيصه كذا اللي تبع الدكتور كذا حصل له كذا وموجود في الميديكيشن شيت علاج كذا بجرعه كذا موجود بقول له الستيتمنت كامله اديله. هيقول لي المفترض ان هو يرجع يقول لي المريض اللي هو تبع دكتور كذا لرقم الطبي بتاعه، يرجع تاني يعيد نفس الكلام بعد كده يقول لي اديله كونفيرم. يعني الاول ريد بالظبط كده. تمام. يبقى هو اساسا هو دلوقتي بقى تليفون اوردر، بس هو في الاساس مكتوب عندي بس مش مكتوب عندي ريجولار دراج، مكتوب عندي بي ار ان اللي بيستخدمه الاختصارات هتلاقوه از نيدد عند اللزوم، او بي ار ان لو هي ميديكيشن شيت هي اوريدي موجوده. طيب حاجه زي مثلا المريض ما كانش قبل كده حرارته بتعلى، حرارته عليت فجاه، موجود في اي يونت او في اي ديبارتمنت او اي مكان هتلاقوا فيه خافض للحراره، مش هينفع الدكتور دلوقتي معاه بيشنت كتير هو مش قاعد جنبي فعبال ما يجي فيها اتليست 30 دقيقه.
طيب هل انا هستنى ال 30 دقيقه والبيشنت حرارته عاليه عشان خاطر اديله خافض للحراره ولا اعمل ايه؟ لا، انا في الحاله دي بتبع للسيستم، لان هو مش حرارته عاليه فطبيعي ان هو لو اخد خافض حراره انا كده بحميه مش بضره، ومفيش خافض حراره بيحصل منه اي الرجي. وغالبا او يعني اكيد اللي موجود في الستوك اللي موجود في الديبارتمنت هو امن، ما بيحصلش منه الرجي، ما بيحصلش منه حاجه، ومتعارف عليه وبيتاخد كتير. فالفيربال والتليفون اوردر بيكون في ميديكيشن شيت، الا اذا البيشنت دلوقتي يعني بيشنت يعني صادن اتاك، البيشنت بيموت، فاوريدي حصل ان هو في كول ان البيشنت ده بيموت، ففي تيم كتير موجود فبيقول لك اديله كذا اديله كذا اديله كذا اديله كذا. انا بيبقى موجود جنب الكراش كار، فانا عبال ما هخرج هنسى كل الكلام اللي هو قاله، فمش هو لا هو هيسجل ولا انا هسجل. هقول لك بيكون في سوبرفايزر موجوده مهمتها بس ان هي بتسجل، بتسجل الدكتور اللي هو بطنه وجراحه اللي هو اسمه كذا جه الساعه كذا لما حصل الانونس ان البيشنت ده بيموت، الدكتور كذا جه الساعه اللي هو تخصص كذا جه الساعه كذا، الامن جه الساعه كذا، وبيبقى في تشارج نيرس، في نيرس كمان مسؤوله غير السوبرفايزر او وات ايفر، مفيش تشارج نيرس، في هيد نيرس بلس ان بيبقى في اسيستنت، يعني اللي هي بتكون النيرس اللي هي موجوده والبيشنت بتاعها ستيبل بتيجي تساعد، كل ده بيكونوا موجودين في الاوضه. فهو مش بيكون شخص واحد اللي بيسجل، في اكتر من حد بيسجل، وده اوريدي بيشنت ما بين الحياه والموت، وادام في اكتر من حد بيسجل فاحنا كده عملنا دبل تشيك. ومع ذلك والنيرس هي بتدي البيشنت الدواء بتقول له انت بتقصد ان انا ادي المريض ادرينالين دوز كذا شوت جيفن، هي هو قال لها، هي قالت له بياخد منها الكونفيرم، بتقول تاني وهي بتدي، هو سيستم بوليسي. ده الحاله الوحيده اللي هو ايمرجنسي، كل ده تحت الايمرجنسي، كل ده اكسبتابل. طب امتى ان اكسبتابل؟ ان اكسبتابل في حاله الريديوثيرابي، الكيموثيرابي، البلاد برودكت او الناركوتيك، ده unacceptable، لازم يكون موجود ودبل تشيك، يعني مش بس موجود، حتى لو سيستم المستشفى ما بيمشيش بدبل تشيك لازم نعمل دبل تشيك. تمام؟ وضحت؟ طيب يبقى نشوف بقى improve the effective communication الفيربال او التليفون اوردر. المستشفى بتبدا تعمل ديفلوب وامبلمنت السيستم علشان تبدا تسجل الفيربال والتليفون اوردر، كلكم قلتوها ما شاء الله. اول حاجه ان هي بتكتب ريتن داون، بتبدا تكتب وراه، بعد كده ريد باك بتبدا تقرا تاني، بعد كده كونفيرم بتاخد الكونفيرم منه ان هو اللي قاله ده هو اللي مظبوط، وبعد كده لازم دوكيومنتد بيعتمد ووثق الكلام اللي قاله في خلال 24 ساعه، يعني لازم في خلال 24 ساعه يكون الكلام ده مكتوب. خلاص يبقى اول حاجه ايه؟ written read back confirm documented، written read back هكتب، هقول تاني confirm documented within 24 hour في خلال 24 ساعه. نعم الكريسكا لسه ما جتلهاش. لا طبعا 24 ساعه ايه؟ انا بتكلم ثواني، انا بتكلم في verbal and telephone order. مش احنا قلنا effective communication فيها ثلاث حاجات مهمين، اول حاجه telephone و verbal order، بعد كده critical reporting critical result، اخر حاجه الhand off over او اللي هو الendorsement اللي هو التسليم والتسلم. تمام، انا كل ده في verbal و telephone order. لا PRN اللي هو as needed لازم ابلغ الدكتور، لان ده critical situation حصل في اي حاجه خاصه بالبيشنت، كريتيكال بيشنت ستيبل، حصل له حاجه اب نورمال، فانت كده كده لازم تبلغي الدكتور، لازم الدكتور يكتب عنده ان البيشنت ده حصل له كذا عشان هو هيجي يمضي، انت بتمضي وهو بيمضي وبيكتب في النوتس بتاعته ان البيشنت ده حصل له كذا، فلازم يكون في فولو، هو ده الكوميونيكيشن. ما في بي ار ان لازم تبلغي الدكتور، ما ينفعش، ومستشفيات المعتمده شورلي بتستخدمه. مين اللي بيقول المستشفيات نعم؟
A situation, a situation in which verbal and the telephone order are acceptable. A situation in which verbal order is acceptable اللي هو بيكون ايه في حالات الامرجنسي. ده امرجنسي، حتى انا حاطه لكم الصوره عشان تفتكروا. خلاص؟ طيب امتى ان اكسبتبل؟ امتى الفيربال اوردر ان اكسبتبل؟ حالات الكيموثيرابي، الراديوثيرابي، البلاد والبلاد برودكت، الناركوتيك دراج. الجي تي اي كمان دخلت لي في قصه الفيربال والتليفون اوردر، دخلت لي السبار، السبار كوميونيكيشن. السبار كوميونيكيشن ده تول، ده اداه بيستخدموها عشان يحسنوا وسائل التواصل ما بين الفريق الطبي، بحيث ان انا ادي معلومه كامله ومفيده. يبقى السبار ده سبار اختصار، ده دخلته الجي تي اي علشان تحسن، علشان تحسن التواصل ما بين الفريق الطبي. طب ايه هو السبار؟ السبار ستراكشرد كوميونيكيشن تكنيك، يعني هو وسيله من وسائل التواصل المتعرف عليها. ديزاين تو، مصممه لي او معموله عشان خاطر ايه؟ convey a great deal of information in an organized and brief manner. مصممة عشان انقل اكبر قدر من المعلومات ما بين الفريق الطبي بشكل مفيد ومختصر. طب هي السبار دي اصلا اختصار لايه؟ السبار اول حاجة situation، يعني ايه situation؟ الريال situation، ايه اللي حصل؟ ايه المشكلة؟ what is going؟ ايه اللي حصل؟ البي background، انا بدي pertinent information، يعني بدي معلومات، معلومات اساسيه ذات صله بالموضوع. بعد كده بعمل assessment، بعمل تقييم للموضوع كتوتال، وفي الاخر بعمل recommendation. يعني انا دلوقتي درجه حراره البيشنت 38.5، انا هبلغ الدكتور ان البيشنت اللي اسمه كذا فلان الفلاني ميديكال نمبر تحت مع الدكتور كذا، درجه اللي تشخيصه كذا، درجه حرارته كذا، مكتوب له بي ار ان. انا كده عملت السيتويشن، خلاص قلت السيتويشن ان البيشنت درجه حرارته عاليه. البيرتيننت انفورميشنز اللي موجوده عندي، المعلومات ذات الصله اللي انا اديتها للدكتور، اللي هي ايه؟ ان انت كاتب في الميديكيشن شيت، كاتب له برفلجان بي ار ان 500 ملي جرام اي في، انت اوريدي كاتب له خافض للحراره. خلاص انا اديت له باك جراوند. الاسسمنت ادي له دلوقتي البرفلجان، فانا عملت تقييم. الريكومنديشن ادي له برفلجان. وصلت؟ وصلت؟ يبقى سيتويشن، باك جراوند، اسسمنت، ريكومنديشن. طيب بعد كده اللي كان بيسال، اللي لابس تيشيرت احمر، انت قلت لي الكريتيكال ريزلت، انت قلت لي الكريتيكال ريزلت بنبلغها امتى صح؟ ماكسيمم، ماكسيمم ده اقصى ماكسيمم 30 مينت، 30 مينت، 30 مينت. طيب يعني ايه كريتيكال ريزلت الاول؟ يعني ايه كريتيكال ريزلت؟ طيب اللي كان بيسال السؤال، يعني ايه كريتيكال ريزلت؟ انه ايه؟ انت اللي بتبلغ المعمل؟ ايوه طبعا. بوتاسيوم 6 يعني هيحصل له ايه؟ قلبه هيوقف ده على طول. يعني اساسا اي مستشفى، اي مستشفى لازم تكون عامله عندها لسته كده بالكريتيكال ريزلت، من ضمنها زي ما انت قلت البوتاسيوم، البوتاسيوم 6.2 يعني قلبه هيوقف على طول، ما ينفعش. هو اصلا اي فني معمل او اي دكتور اللي موجود في المعمل اول ما يشوف الريزلت هيحصل له تشوك، لازم يبلغ فورا. ده من ضمن الكريتيكال ريزلت. طب هو عارف منين كريتيكال ريزلت؟ عارف منين ان البوتاسيوم ده كريتيكال ريزلت؟ انا قلتها. عارف منين هي كريتيكال ريزلت؟ لسه.
كل مستشفى عاملة لستة، كل مستشفى عاملة نفس اللستة. البولينا لو وصلت لكام يحصل ايه؟ الكالسيوم لو وصل ليه هيحصل ليه؟ بصوا كريتيكال ريزلت ليها علاقه بالدم، ليها علاقه بالدم ومتعلقاته وكل السبيسمين اللي ممكن تحصل، ليها علاقه بالراديولوجي، ليها علاقه بالبيشنت نفسه، درجه حرارته، ضغطه، اليورين الانتيك والاوت بوت بتاعه، ليها علاقه باي حاجه، اي مؤشرات حيويه ليها علاقه بالمريض. طيب دلوقتي عرفنا ايه هي كريتيكال ريزلت، اي حاجه بتؤشر كريتي هي من اسمها، اي حاجة بتقول ان المريض ده هيدخل في حالة حرجة. طب مين اللي مفترض يبلغ وهيبلغ مين؟ انا عرفت دلوقتي ان البوتاسيوم من الحاجات اللي انا لازم ابلغها. طب هو عشان شغال فاهم، طب انا لسه حد جديد وما اتدربتش قبل كده وبلغني قال لي البوتاسيوم 6، طيب انا هعمل ايه؟ مع 6 6 طب كتر خيرك شكرا. بالظبط. النتائج الحرجه هي لسه ما طلعتليش، هو لسه ما طلعش الريبورت. انا اتبلغت، طب حضرتك اسمك ايه؟ طب انت بتقصد المريض الفلاني الفلاني النتيجه بتاعته طلعت كذا، طب حضرتك اسمك ثلاثي، تمام. انا خلصت، اقوم مين بقى اللي هبلغه؟ انا خدت النتيجه هبلغ مين؟ الطبيب المعالج. طب ليه الطبيب المعالج هو اللي انا هبلغه؟ لان هو اللي تيك الاكشن، هو اللي هيعمل الاجراء، هو اللي هيكتب الدواء، هو اللي هياخد العلاج. طب انا بتواصل مع الطبيب المعالج والطبيب المعالج ما بيردش، اعمل ايه؟ هبلغ الهيد نيرس اللي موجوده. طب الهيد نيرس اللي موجوده انا بلغتها وهي ستيبل في مكان هادي جدا، طب هيرد دلوقتي، حاولي مره واثنين. طيب ما انا هعمل ايه؟ طيب تمام، اعمل ايه؟ اتصل بمعمل، والله انا بحاول اتواصل مع الدكتور، الدكتور مش بيرد لعندي دلوقتي، وانا بلغت الهيد نيرس اسمها كذا كذا. طيب ايه كمان؟ في سوبرفايزر بتاع المستشفى، في كمان بيكون اي مستشفى في الدنيا ليها مدير طبي، لو الدكتور ما بيردش يبقى المدير الطبي. المهم كل ده within 30 minutes، في خلال 30 دقيقة ماكسيمم، لأن هي حاجة كريتيكال، هي من اسمها كريتيكال. يبقى الأول أي مستشفى في الدنيا لازم تعمل لستة بالكريتيكال ريزلت، عشان أي حد لازم يعرف إيه الكريتيكال ريزلت. تاني حاجة لازم أكون عارفة أنا هبلغ مين، مين اللي هيبلغ وهبلغ مين. خلاص، مين اللي هيبلغ؟ اللي هيبلغ فني المعمل، الدكتور المعمل، فني الأشعة، دكتور الأشعة، النيرس اللي مسؤولة، الدكتور اللي بيلاحظ، دكتور لسه مبتدئ، أو بيبلغ مين؟ هيبلغ الدكتور اللي مسؤول، عشان هو اللي هياخد الأكشن. خلاص، لما ببلغ زي ما زميلكم قال بيكون في دفتر اسمه دفتر اللي هو النتائج الحرجة بسجلها فيه. خلاص، The hospital has determined، أول حاجة What are considered critical value؟ ايه هي critical value؟ ايه هي critical اصلا؟ لازم تعمل لسه كده بالcritical. تاني حاجة Who is authorized to report؟ انا هبلغ مين؟ And receive the critical reason، انا هبلغ مين؟ وانا لما هتبلغ هوصل المعلومة لمين؟ بعد كده How to document critical result؟ ازاي ان انا اسجلها؟ What is required as documentation؟ أنا لما أجي هسجلها إيه الحاجات اللي أنا محتاجاها؟ محتاجة اسم الشخص اللي هيبلغني، محتاجة النتيجة، النتيجة بتاعته إن هي طلعت كام، وهكتب كمان في الدوكيومنت ده أنا بلغت الدكتور وبلغته الساعة كام، ويكون معايا حد تاني شاهد، يكون معايا ويتنس. هي دي المختصر بتاع الكريتيكال ريزلت. آخر حاجة الهاند أوفر كوميونيكيشن أو الإندورسمنت زي ما بتتسمى، وات إيفر، هي نفس الميننج، أو ديلي شيفت ريبورت نفس القصة، هو نفس الميننج. يعني ايه بقى؟ بس يعني ايه برضو؟ يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا مثلا لو انا على الحالة مش هقول لها من امتى؟ بيحصل امتى؟ نعم. حلو جدا، عن تغيير الشيفت. مين اندورس مين؟ او مين هاند اوفر مين؟ ها؟ نيرس، النيرس تشارج، نيرس تشارج، نيرس هيد نيرس، هيد نيرس سوبرفايزر لسوبرفايزر، دكتور لدكتور، وات ايفر، كله على بعضه، هيلث كير بروفايدر تو هيلث كير بروفايدر. تمام. طيب انا في الاندورسمنت بتاعي او في الهاند اوفر بتاعي او في الديلي شيفت ريبورت بتاعي بكتب ايه؟
كل حاجه شفتها وكل حاجه ما اجيب الملفات بقى انا اكتب كل حاجه بجيب الملفات لا ها بكتب فيها ايه الاندورسمنت اتفضل شكرا حد تاني عايز يقول حاجة اهم حاجة اتفضل عرفنا المريض مش معنى تعرف اللي بعده ها critical information critical information sure basically information هو اسم البيشن ميديكال نمبر طبيب المعالج ده هتلاقيها كده اسم البيشن طبيب المعالج الساعة كذا التشخيص وكذا عمل كذا انا بقى في الخيانة اللي هي بتاعت النيرسز او التسليم والتسلم ان البيشنت ده كان متوصل مثلا بسيرجي فاك الانتيك والاوت بوت كان كذا البيشنت ده حرارته عالية الساعة كذا البيشنت ده مطلوب له دم الدم لسه بوكينج مفترض ان احنا فول فولو ان احنا نتابع او البيشنت ده اتعمل له مزرعة فول فولو بتاريخ كذا لان الحاجات دي بتتنسى المزرعة اتليست بتطلع بعد 3 ايام وبتتنسى يعني انا دلوقتي سلمت اللي بعد جه ينسى يسلم فبتقع تلاقيهم عمال يتمطلب له مزارع 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 ومفيش حاجه في قلب ملف المريض الحاجات الكريتيكال انفورميشن حلو جدا انا هكتب كل الباك جراوند وهكتب السيتويشن وي انا عندي ملف المريض تمام انا بكتب كريتيكال انفورميشن بتكون ورقه واحده بس هي ورقه فيها كل حاجه فيها اليونت كلها بكتب فيها كريتيكال انفورميشن بيحصل امتى during a change shift اثناء تغيير الشيفت between الهيلث كير بروفايدر تو هيلث كير بروفايدر وات ايفر بقى هيلث كير بروفايدر مين وهيلث كير بروفايدر طيب عرفنا دلوقتي مين بيسلم مين طيب during a change of shift طب هل بيحصل تاني hand over communication غير a change of the shift during a transfer بالظبط لا transfer من هتنقليه من الديبارتمنت او من اليونت للاوبريتنج روم للعمليات او هتنقليه من الامرجنسي من الطوارئ للديبارتمنت او هتنقليه من الامرجنسي كريتيكال كير يونت او من كريتيكال كير يونت للديبارتمنت او العكس هو ديورنج ترانسفير مهم جدا ان انا هكتب هعمل اندورسمنت بيبقى فيه ورقه كده تسليم وتسلم بس الورقه دي اللي هو من مكان لمكان بكتب فيها كمان الدواء بكتب فيها يعني الورقه دي بتكون شويه مختلفه مش بس كريتيكال انفورميشن بزود فيها بس شويه حاجات كمان بكتب فيها الدواء اللي البيشنت مكتوب له بالميديكيشن شيت لان هو منقول من مكان لمكان هو ده الهاند اوفر كوميونيكيشن فور كريتيكال انفورميشن بتوين هيلث كير بروفايدر ساتش از بتوين فيزيشن اند اذر فيزيشن ديورينج شيفت تشينج and used for improve quality ده انا بستخدمه عشان احسن الكواليتي او between different level of care in the same hospital such as when a patient move from or transfer من intensive care unit to medical unit and so on حد كده المحاضره خلصت